امبارح كان في افتتاح لفعاليات الدوره الرابعه من معرض تراثنا للحرف اليدويه. المعرض ده كان موجود في مركز مصر للمعارض الدوليه، والمعرض هدفه الاساسي ان احنا نستخلص او نركز على صناعه زي صناعه الحرف اليدويه، ونكون برضو بندعمها بشكل كبير ضمن ان هي من المشاريع يعني او من انواع الشغلانات اللي بتهم اصحاب قطاع معين في الدوله، وهم اصحاب قطاع المشاريع الصغيره. عشان نعرف اكثر عن هذا المؤتمر وهذه الفعاليات، ونعرف في الاخر المؤتمر وصل لفين، وهل ممكن نكون مستنيين ايه منه الفتره الجايه، بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ رميح عبد الحسيب، مدير مكتب جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. استاذ رميح، بنرحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا وحضرتك يا فندم. وصراحه يعني فعاليات المعرض ده، معرض تراثنا، مش بس فعلا هي حاجه بتقول للناس هي تراثنا عامل ازاي، او مش بنستعرض فيه خلفياتنا الحضاريه، ولكن برضو بنساعد برضو فيها قطاع كبير جدا من الشباب ومن العمل اللي موجود في مصر، واحنا حابين ان حضرتك تكلمنا اكتر عن هذا المعرض. اهلا وسهلا. في البدايه طبعا معرض تراثنا للحرف اليدويه والتراثيه، طبعا حضرتك شايف ان هذه الحرف والحرف التراثيه والتقليديه محتاجه حمايه، لان لو اتسابت ممكن تندثر. فالهدف من المعرض هو حمايه هذه الفئه من صغار الحرفيين والصناع الفنانين اللي هم يمثلوا مشروعات كثيفه آلاف من العاملين. هذا القطاع يعني في آلاف من العمال مهددين بالاندثار، فلا بد من الحفاظ على هذه العماله الماهره الفنانه، واللي بتحقق فرص عمل تمام، وبتحقق ايضا في نفس الوقت توفير منتج متميز قادر على المنافسه في الاسواق الخارجيه. تمام. الدوره الرابعه من المعرض طبعا بناء على توجهات فخامه الرئيس بدعم وتنميه وتطوير المشروعات المتوسطه والصغيره وتنميه الصغر، وخصوصا هذه المشروعات الحرفيه. وطبعا المعرض ده بياتي تحت رعايته، وهو تكليف من فخامته على مدار الاربع سنوات. اقيم المعرض من 9 ل 15 يعني لمده اسبوع. المعرض في مركز مصر للمعارض الدوليه على مساحة 10,000 متر، الصالة رقم 4. يشارك في المعرض 1116 عارض من منتج الحرف اليدوية والتراثية، فيهم حوالي يمثلوا 32 حرفة تقريبا، سجاد يدوي وكليم وحرير ومنسوجات ومكبوسات اثنين واكسسوارات ومنتجات نحاسية والتبلوهات والخيامية والصدف، فيها كل ومن كافة أنحاء الجمهورية، كل محافظات مصر مشتركة. عندنا السنة دي أيضا دول شقيقة مشاركة. تمام. دول عربية، السعودية، ليبيا، الإمارات، السودان، يعني ده ليهم جناح مخصوص كده يعني. ده برضه بيؤكد على إن في تعاون وثيق مع الدول وتبادل تجاري واقتصادي. الحمد لله المعرض السنه دي نسبه المشاركه فيه للمراه 69%، مشاركه فعاله، مشاركه فيها ابتكار، فيها تغيير. عندنا طبعا الحمد لله هذا العام طبعا جهاز تنميه المشروعات بصفته الجهه المسؤوله عن دعم وتطوير المشروعات الصغيره بكافه قطاعاتها، فتم التوفيق والتوافق مع كافه مؤسسات الدوله. يا فندم، انا كنت عايز يعني نركز اكتر على النقطه دي. يعني حضرتك بتكلمني على معرض كبير جدا بيشارك فيه ناس كتيره قوي، مش من مصر بس، لا كمان من خارج مصر. فاكيد التحضيرات لهذا المعرض كان ليها ابعاد مختلفه وخدت وقت كبير، فحابين برضو حضرتك تحكي لنا اكتر عن التحضيرات كلها. بالنسبه للتحضير طبعا احنا بنحضر، احنا السنه دي عندنا 46% تقريبا من المشاركين في المعرض ما اشتركوش قبل كده. احنا بنحب ننوع وندي فرصه للجميع، خد بال حضرتك. جميل. ما بنجيبش الناس هي كل سنه. بدايه جهاز تنميه المشروعات طبعا بيقدم خدمات ماليه وخدمات غير ماليه. لو جينا اتكلمنا على الخدمات الغير ماليه، انا لما باجي اجهز لهذا المعرض بيتم التجهيز بكل دقه
اختيار المنتجات، المنتجات لازم تكون صناعه مصريه 100%، لازم تكون يدوي. بياخدوا تدريب عندنا عن ازاي تشتغل، ازاي تعرض حاجتك. يعني حتى الدول العربيه المشاركه في هذا المعرض برضو جم برضو خدوا التدريب هنا؟ نعم، يعني حتى برضو الدول العربيه المشاركه في هذا المعرض جم خدوا التدريب هنا في الاول؟ بص حضرتك، احنا المعرض في جناح خاص لعرض خدمات الجهاز. جميل. تمام؟ ان هو يهدف للتطوير اللي احنا بنتكلم فيه في مجال الحرف. بص حضرتك، في المكان ده بنبدا نديهم ازاي يطور المنتجات، ازاي يعمل اللوجو، ازاي يعمل موقع الكتروني. تمام. استشارات في الشغل والتسويق والتصدير. التسعير ازاي؟ يعني احنا بنتكلم مع الناس في هذا المكان من حيث ان ده اطلعه هو يقدر يعرض منتجاته ازاي، يقدر يشتغل ازاي. احنا عندنا حضرتك السنه دي اول يعني السنه اللي فاتت كان فيه طبعا برضو جزء من اللي داخلين معانا في المعرض من دول الهلم. السنه دي عندنا حوالي 116 عارض من ذوي الهلل والجمعيات الاهليه المعنيه بيهم ومرضى السرطان من مختلف المحافظات. هذا العام اشترك معنا حوالي 32 عارض من مبادره حياه كريمه من كافه المحافظات، من هنا ومن سوهاج ومن المنيا ومن اسيوط. واخد بال حضرتك؟ اشترك الجامعات، جامعه اسكندريه، بنها، المنوفيه، سوهاج، جامعه الازهر، عين شمس. طبعا يؤكد على احتلال الدوله بهذا القطاع.